السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا بشير لباس. لباس الحمد لله. الحمد لله الله يبارك فيك. شيخ ما قولك في جلسة الاستراحة؟ الوجهان قائمان فيها للعلماء هي جلسة خفيفة يجلسها المصلي إذا قام من السجدة الثانية من الركعة الأولى أو الركعة الثالثة قبل أن ينهض للركعة الثانية أو للركعة الرابعة. من العلماء من يقول بها لأن مالك بن الحويرث رضي الله عنه ذكرها، ذكر أن النبي أنه رأى النبي يفعل ذلك، وغيره من العلماء يرون أن النبي فعلها عند كبر السن وكان قد بدًا، فلأنه لا يوجد فيها ذكر، فمن العلماء من يقول لا تجلس إلا عند الاحتياج إليها، فالأمر فيه سعة. أما بالنسبة للإمام إذا قام بها الإمام، لا تلزم إذا قام بها الإمام أنت لا تلزم بقيامها بها، ولكن يا شيخ الارتداء الإمام واجب. يا أخي بارك الله فيكم، أنا أجبتك. من العلماء من يقول بمقتضاها لأن النبي فعله، ومنهم من يقول لا تجبر بفعلها لأن النبي إنما فعلها لعلة. السلام عليكم.